العقلي. ومن موقع سكاي نيوز نتابع خبر بعنوان عراق داخل البرلمان التركي بسبب درع الربيع. نشبت في البرلمان التركي خلافات حادة مساء أمس سرعان ما تحولت إلى عراك عنيف بالأيدي بين نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان وآخرين رافضين للتحركات العسكرية التركية في سوريا. وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الخلاف بدأ حين هاجم أحد نواب المعارضة أردوغان بخصوص أمن الجنود الأتراك في إدلب. ورغم رفع رئاسة البرلمان أعمال الجلسة بعد حالة الفوضى إلا أن التوتر استمر بين النواب. وأظهرت لقطات فيديو عشرات الأعضاء من الحزبين وهم يصرخون في وجوه بعضهم البعض قبل أن ينخرط عدد منهم في عراك بالأيدي. نتابع الفيديو. بكده